Travel Hospitala, Jelena Cvjetković. Ezoa sina, i foniti se lazas. Kelly Mers, gute telefonite, se lazas na nastala vika, sabah al-khayri, nikom ehtas badni za sotu ljunana, fikum biha, wali idiljas. Alant ljunana, tifak khatta nabib isma, cetum taqar ljom al-khamiz, v tarikh al-thani, narik al-thani, 22, ma qubras wa israeli, fi khasr al-zafi, wa stavattor bin atina, wa anqara, hawla istighrad, wa arz al-mahruqat, fi shak al-bahar al-matawasat, wa fada matab rais al-wazra, al-inali, kariyako samet, fi takis, mi ala, bin al-akhir, se waqqa al-tifak, fi atina, ma rais al-wazra al-israeli, بنيامين نتنياهو الرئيس القبرصي نيكو سلاس تسيار سوشان البيان الاتفاق سيستكمل عندما توقع عليه ايطاليا ايضا دون ذكر مزيد من التفاصيل وخط طريق الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادر على نقل ما بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطات البحريه لحوض شرق المتوسط قباله قبرص واسرائيل اليونان وكذلك الى ايطاليا ودول اخرى في جنوب شرق اوروبا عبر خط انابيب الغاز بوسيدون واي اي بي ويتوقع انجال المشروع مدور الثلاث فقط وصل مهمة في سلسلة امداد الطاقة في اوروبا ويعود الى محاولات تركيا بسط سيطرتها على شرق البحر المتوسط. اقيم يوم امس الاربعاء قداس عيد راس السنة الجديدة 2020 في فدرالية اثينا برئاسة رئيس سفارة اثينا وسائل يونان ايران موس وحضور رئيس المالي بروكوبس بافلوبوس ورئيس الوزراء كرياكس ميتسوتاكس والقيادات السياسية في البلاد. وقال ايران موس في اضافتها اتمنى يكون العام الجديد عام مباركا وخلاقا وقبل شيء عام سلام. وثم تلقى الرئيس اليوناني كان العيد في القصر الرئاسي. نشرت صحيفة أجين مقالنا رئيس حزب تخالف اليسار الجزائري المعارض الأول أليكسيس تسيبراس تطرق فيه إلى التحديات القائمة والكيانات المتوفرة مشددة على بنية نحو الأمام في القرن 21 وتبرجوا القرن 20.